مرحبا شباب، اليوم راح نحكي عن موضوع له دخل بحرب غزة والقضية الفلسطينية، وكيف الناس قاعدة تستغل فلسطين والقضية الفلسطينية وحرب غزة، قاعدين بيستغلوهم عشان يطلعوا ترند ويطلعوا متابعين ومشاهدات. قبل ما نبلش المقطع، آخر فترة يا إخوان أنا ملاحظ إنه الكل قاعد بكتب لي إنه أيهم نزل عن فلسطين، أيام نزل عن حرب غزة، غزة قاعدة بتنقصف، أنت ليش ما نزلت عنها إشي؟ طيب أنا لازم أحكي لكم شغلة. طبعا يا إخوان، أول ما بلشت قصة حرب غزة وهذا الحكي كلياته والقضية الفلسطينية، إيش أنا شفت؟ إنه العرب كلياتهم ساكتين عن غزة، مو قادرين يدافعوا عنهم، في منهم مع إسرائيل، يعني فاهمين كيف؟ فأنا أول ما شفت هذا الحكي انقهرت كثير، فاهمين كيف؟ فإيش أنا سويت؟ رحت عملت مقطع شورت يعني مقطع قصير، فاهمين كيف؟ وحطيت فيه قصيدة بعنوان اصحوا يا نايمين، عشان كثر ما انا انحريت خلاص، انا بس نزلت زيك عشان اوعي الناس، وبدي اصحي جد العرب اللي مش تاركين غزه والحرب والاطفال اللي قاعدين بيموتوا. فنزلت هاي القصيده لاني انا جد كنت منحر على غزه ومقهور عليهم كثير. بعد ما نزلت القصيده يا اخوان، خلاص ما نزلت ولا مقطع عن غزه، بس نزلت القصيده هاي، هذا اللي بقدر عليه. اما انا مش زي باقي الناس اللي مستعمل قضيه فلسطين والحرب غزه، مستعملته كترند، كل ما يعني هسه افتح على قنواتهم تلاقي 10 فيديوهات من اول ما بلشت حرب غزه، 10 فيديوهات عندهم كلياتهم منزلين حلب بترند حرب غزه. يا اخوان مش حلوه انه انت تروح تطلع ترند على ظهر اطفال ماتوا بغزه، على ظهر اطفال واشخاص وختائله وبني ادمين ماتوا بغزه، انت تروح تطلع ترند عليهم؟ انت تخيل قديش انت راح تكون خنزير، انت تخيل معي قديش انت تعديت مرحله الخنازير، يعني انت كثير صرت خرا، مع احترامي لك انت كثير خرا انك تقعد من اول ما بلشت حرب غزه وانت تبلش لي زيك حرب غزه، التاريخ اللي صار، ابصر شو صار، توقعاتي ابصر، ليه انت قاعد تنشر على ظهر اطفال ماتوا؟ معلش يا اخوان، انا هذا المقطع اقسم بالله ما كنت بدي انزله، لانه يا اخوان انا تخيل يعني اطلع هسه نعتبر انا طلعت ترند، انا وبعد ما نزلت هذا المقطع طلعت ترند، شو استفدت انا؟ طلعت ترند على ظهر اطفال ماتوا، يا الله شو اني خنزير، انا ما كنت بدي اسوي هذا المقطع، بس كمية التعليقات اللي اجتني، ايوه ليش ما بتنزل عن فلسطين؟ يا خنزير ليش ما بتنزل عن فلسطين؟ ليه؟ بدكم اياني انزل فلسطين زي هذولك الناس عشان اقعد احلبهم وابصر ايه واطلع مشاهدات واجيب مصاري على ظهر اطفال ماتوا بغزة؟ هذا الحكي صح ولا مش صح يا اخوان؟ هسه انا بس بدي اوريكم بسكتش بسيط كيف يا اخوان المشاهير هذولا الخنازير كيف لما يسمعوا خبر او ترند او حرب غزه، لما سمعوها كيف تعاملوا معها هذول جعانين المشاهدات. طلع صباح الملك لله. ايه في اخبار جديده؟ ايه غزة قاعدة تنقصف و500 طفل ميت؟ وال هاي فكرة مقطع ابن حرام، هاي الخبر طازة هسه، يلا 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 خلني هسه اروح اقوم اصور، هسه احلى ترند راح نطلع يا كبير، يلا خلني اقول واو، يلا كل شي جاهز خلاص كل شي جاهز. ايه نسيت اهم شغلة، صح القطرات عشان العيون، ايوه ابين اني بعيط، يلا واحد اثنين ثلاث اكشن. يا اخوان اليوم اجى خبر كثير بحزن، خبر اليوم يا اخوان 500 طفل ميت وغزة قاعدة تنقسم يا اخوان. اخوان دول اخواننا بغزة، وانزلوا حطوا لايك، انزلوا حطوا لايك واشتركوا بالقناة، ايوه وبعتوا المقطع لاصحابكم عشان نجيب عشان تتحرر غزة. يا الله يا اخوان، يا اخوان برجع وبعيد لكم، انا هذا المقطع ما كنت بدي انزله، بس لانه التعليقات في ناس مريضه، اذا انا ما نزلت هذا الحكي بقعد يحكوا خلص ايام بدعم اسرائيل، تخيلوا مع انه انا يا اخوان فلسطيني، انا فلسطيني من الخليل، تخيلوا انا اكثر انسان قهرت على غزه وعلى الفلسطينيين كلياتهم. لو سمحتوا بس اطلب منكم طلب واحد، انكم تروحوا تدعوا لاخواننا في غزه والحرب اللي قاعدين بوكله هو فيها، فبدي اياكم بس تدعوا، مش تروح تنزل لي صورتك على الفيسبوك وتحط لي أغنية أنقد أنا وأنا، أنت هيك ما حررتش فلسطين، بس حاب أقول لك أنت هيك ما حررتهاش ولا عملت لهم إشي، بس دعوة، تخيل دعوة، بس ادعي لهم الله يوفقهم الله ينصرهم. طيب اخوان، في ناس عملت قصائد، في ناس عملت مقاطع كثير عن غزة، يعني في منهم هذول اللي حلب غزة، وفي ناس قال ارجعوا لك بالتاريخ
وابصر ايش وماذا حدث في 1900 وابصر ايش عك عك كلياته عك بس عشان يجيبوا مشاهدات. وفي ناس عملوا راب راب غزة تخيلوا، في ناس عملوا راب غزة. طلع شلونكم شو اخباركم يا جماعة؟ طبعا بعد ما مسكت روحي من الفتشي من اللي قاعد اشوفه يصير في فلسطين، هذا شيء مهين. واو واو انا حاسة كتير كتير متضايقة، يعني هذول دموعك الحقيقية ولا حاطة قطرة؟ بسم الله. ياو ياو خلاص يا اخوان، صوت بدها تعمل راب عشان تحرر فلسطين، لانه هذا صدقوني اذا عملت هذا الراب هسه غزه هسه راح الاسرائيليين راح ينسحبوا وغزه راح ترجع على بلادها واحنا راح نرجع بلادنا اذا عملت هاي الراب، فهسه بدنا نسمع على الراب تاعها. ياو ياو اقول لكم في قديم الزمان، اقول لكم في قديم الزمان فلسطين ما نامت لحد الان، فلسطين ما نامت لحد الان. مو حرام؟ ها مو حرام؟ مو حرام اجي اتفي بوجهك؟ يا الله شو انك مقرفه، يعني مشان الله يا اخوان قلت لكم اللي بده يحاول يساعد فلسطين مش راب وغاني وابسط ايدي بس سهله، ارفع ايدك زيك على السماء وادعي لغزه بس، مش تروح تعمل لي راب وخرا زي هيك. طبعا يا اخوان هاي البنت كانه هذا البارت 2 عملت نزلت بارت 3 وانا رديت عليها. طبعا يا اخوان انتم فاكرين انا ما برد على الاسرائيليه وتاركم زي هيك، انا قاعد بفضع عرضهم بالتيك توك، روح شوفوا التيك توك تاعي كل ما ينزل واحد اسرائيلي مقطع بفضع عرضه على السريع. طبعا هاي رديت عليها بالبارت 3 اللي نزلته، هاي شوفوا المقطع هذا الراب الجزء الثالث على حسب انتم طلبتوا مني. مين اللي طلب؟ الله يكسر ايديه اللي طلب. طبعا هذا الراب مش عارفه تحكي الراب كمان ميكس ميكس بين عربي فكرت ميكس هذاك. ايوه اوكي اوكي يلا نبلش يلا نبلش بسم الله. ياو 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 واي 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 Why people around the world are silent? Why? 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 Tell me why. Why? Tell why? Me why. Shall I why? Because are you scared? Huh? Hmm? Are you scared? Huh? Hmm? Tell us, are you scared? Hmm? Huh? From whom? Hmm? From whom? Hmm? From whom? اللي بده يشوف التكمله يروح على حساب التيك توك لانه المقطع كثير طويل. اول شيء السلام عليكم يا جماعه الخير، مشان ما اطول بالفيديو، اول شيء هذا اول فيديو بصفحتي بينزل وانا قاعده عم بحكي، والسبب هو لاني كتبت راب عن سوريا. طول يا اخوان هاي قاعده بتقلد قلي قبل شوي، قاعده بتقلدها وبتحكي انه كتبت راب بس مش عن فلسطين، قالت لك انا بدي اقلدها بس ما بدي احكي عن فلسطين، بدي احكي عن سوريا، بس احا سوريا فيها شيء. مي سوريا انقصفت قبل هالمرة، خاصة نضحكي عن سوريا. وهذا الراب على فكرة لاني سارقته ولاني شيء، انا كاتبة هذا الراب، انا اللي صممت، انا كل شيء عملته بايدي. يا اخوان دير بالكم ترى مش سارقيته، مش سارقيته ولا من حدا، ولا من زهرة اللي قبل شوي، ولا من حدا. اول شيء بسم الله. اول شيء بسم الله، شو انت بدك تقري ولا بدك تقرا سورة الفاتحة؟ مش فاهم ترى هذا راب. ياو ياو. اول شيء اخوان هي ليش قاعدة بتضحك؟ ثاني شيء اخوان ايش ياو ياو هاي؟ مش فاهم شو الياو ياو. أنا لو بيدي أروح هناك بدون تذكرة، أنا لو بيدي أروح هناك بدون تذكرة وما ألبس حزام أمان لأنه سوريا هي الأمان، وما ألبس حزام أمان لأنه سوريا هي الأمان. المشكلة الواحد اللي فيه مكفي، اسمعين بمسك حزام الأمان وبحشيف ذلك. أنا آسف هسه على المقطع اللي بدي أعرض هسه لأنه كثير خرا، يعني ليفل خرا عالي. طلعوا شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم. أنت تخافيش أهل فلسطين شادين حالهم، بس أنت شدي حالك، يعني شدي براغيكي. ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. طب روح بس هسه اجيب اهل فلسطين كلياتهم ونفضع عرضي. طب يا اخوان هسه راح احكي عن شخصيه انا كثير بكرهها وقصفته قبل سنه بمقطع، هيك مقطع لحاله قصفته لحاله، وهي الشخصيه كثير انا بكرهها اللي هي شخصيه بدر خلف. طبعا يا اخوان هذا بدر خلف تعريف سريع عنه سريع كثير. يا اخوان بدر خلف اي ترند قدامه بسويه، اي شو ما كان، يعني تحدي تمسح فخادك بيعمله، تحدي امي ماتت بيعمله، كل شيء بيعمله. تخيلوا يا اخوان من كثر ما هو بيسوي اي ترند بيطلع قدامه، انه اول مش في فتره طلع فيهم المثليه والجيز هذول، اول ما طلعوا تحول لمثلي، اقسم بالله انه تحول لمثلي، تخيل بس عشان يسوي ترند، يعني هذا كلب ترندات. طبعا طلعت حرب غزه قضيه فلسطين، بدكم اياه يسكت؟ اكيد مش حيسكت، طلع شو عمل. مين ايوبي؟ انا حرر فلسطين، وهالمره ما راح نحرر فلسطين بالاسلحه بالماسكات. شفتوا يا اخوان ايش بده يعمل؟ بده يحارب بدون اسلحه، بده يحارب بالماسكات اللي هو هذول تبعون العناية بالوجه. يا حبيب الله، يعني هسه نعتبر انت رايح بحرب ومعكاش الا الماسكات تبعونك، انا اخذت لك 15 ماسك وبدي رايح قاتل فيهم، رايح زيك طلع لك واحد اسرائيلي، ايش بدك تعمل؟ بدك تحط له ماسك تعتني له بوجهه ولا مش ولا بدك تحطه في مش فاهم
بده يحرق عينيه مثلا. انا مش فاهم ايش ماسك، ايش دخل الماسك؟ حبي لفلسطين وشعب فلسطين، سويت لكم راب يجنن، اتمنى يعجبكم الراب. الراب يقول دقيقه يا اخوان قبل ما نكمل المقطع، شعب فلسطين ولا بطيق امك ولا ما بدي اخذنا. وينكم يا عالم يو يو، وينكم يا عالم يو يو، فلسطين قاعده وانتم ساكتين ليش؟ فلسطين قاعده، طب اخلص وحط خرف ثمك بلاش هسه. وانتم ساكتين ليش يا يا امبي امبي؟ طب احيه يا اخوان خلص بكفي القرف. بس انا بدي احكي شغله واحده، اقسم بالله يا اخوان لولا التكنولوجيا اللي عند اسرائيل ودعم امريكا لإلها، اقسم بالله لو هذول كلياتهم مش موجودين احنا زمان متحررين. تعرفوا ليه يا اخوان؟ الشعب الاسرائيلي كله جبنه جبنه وسقط، اقسم بالله يا اخوان ولا فياتهم واحد زلمه، واحد زلمه ما فياتهم. يعني يا اخوان هسه احنا لو ما عندهم تكنولوجيا ولا امريكا وراهم بسكاكين بسكاكين بنروح بنقتلهم. اقول لكم ابو عبيده بمسك لكشات سنان وبروح بفتح فلسطين كلياتها. بس هم جبنه والله جبنه، لولا التكنولوجيا والصواريخ اللي عندهم وامريكا والله زمان احنا متحررين. اثبت لكم يا اخوان انه فيش ولا زلمه باسرائيل اصلا، غير ان انسوا انه هم مش زلام وانه هم جبنه اصلا. نص الجيش ترى كله بنات، نص الجيش بنات، نص الجيش بنات. هاي طلع اخوان جتني فكره، لما نحرر فلسطين ونرجع على البلاد ناخذ لنا كم من وحده من الاسرائيليه. والله مزز مزز، بخليهم يسلموا خاوه هيك بشمطكم. ايوه بشمطها الف كف، بخليها تسلم وباخذ لي كم من وحده. والله مزز مزز يا اخوان. طيب اخوان انا وصلنا نهايه الحلقه، بس قبل ما نقفل المقطع بدي احكي لكم ادعوا لاخواننا بفلسطين. واي واحد قاعد بتصنع وبقول لك يلا بدنا نروح نحرر فلسطين وعلى يوتيوب قاعد بصور ابصر ايش، هو بس بده يطلع ترند، فهذول هم الخنازير. لا ننسى نهايه الحلقه، ادعوا لاخواننا بغزه، اهم شيء تدعوا لهم، ادعوا لهم كل يوم، صلوا لهم. طبعا يا اخوان هذا المقطع ما راح يجيب مشاهدات ولا راح يطلع كثير، اليوتيوب راح يخسفه بالارض، لان انا قاعد بحكي عن غزه وانا مع غزه والفلسطينيين. فهسه انت ايش وظيفتك؟ اذا بجد بدك تساعد حط لايك، عشان المقطع اللايك بيساعد انه المقطع ينتشر كثير. خلينا نوصل للناس العرصات اللي قاعدين بيستغلوا الغزه والحرب، ونوصل للناس انه انتم لا تستغلوا فلسطين، انه فلسطين قضيه مش ترند. بس حطوا لايك واشتركوا بالقناه، يلا مع السلامه. معكم دخان وكل من فيكم حريد احترق، خد 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 حطه ونامكم السخت، امريكا عكم اعدام صدام حسين.